أعزائي المشاهدين، قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. سيدور حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع الحق، ويسرنا أن نستضيف مرة أخرى إلى برنامج نور لجميع الأمم الدكتور فريد زكي. أهلا وسهلا دكتور فريد. أهلا بك. في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية تحدثنا عن كلمات يسوع أو قول يسوع: أنا هو الطريق. قبل أن أسأل عن موضوع الحق، ممكن ولو بتعريف بسيط، ما هو المقصود يسوع هو الطريق؟ يسوع هو الطريق تعني أنه ليس سواه يستطيع أن يأخذ بيد الإنسان فيوصله إلى الله ويدخله في علاقة حقيقية ثابتة أبدية مع الله. فهو المخلص الوحيد، غافر الخطايا، مانح السلام لنفس الإنسان.